للمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود والجديد، تفضل. برحب بكم مجددا من مدينة العلمين الجديدة ومتابعة مستمرة للفعاليات المختلفة المتواجدة ضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. ربما لازلنا نتابع معكم البطولة الأكبر والأضخم والانطلاقة القوية للنسخة الثانية لبطولة الجودو العربية التي لازلنا نتابع نزالات المتسابقين منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وهناك نزالات مختلفة بين المتسابقين من الدول العربية المشاركة، نتحدث عن 10 دول بإجمالي 500 لاعب ولاعبة يمارسون هذه اللعبة بخوض بعض النزالات المختلفة. لكن ربما رأينا منذ قليل الحقيقة التألق المصري الكبير في هذه البطولة من خلال يعني الفتيات والشباب المشاركين في هذه اللعبة، والدعم الكبير الذي يقدم في المشروع القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويعني الدعم الذي يقدم للموهوبين في المجال الرياضة في مختلف الرياضات ليرفعوا اسم مصر في المحافل الدولية. ورأينا التألق في عدد النزالات المختلفة، وتم تكريم عدد كبير من المشاركين المصريين اليوم، بالإضافة بالطبع إلى المشاركين من مختلف الدول العربية. وربما نتابع الآن في هذه اللحظة بعض النزالات المختلفة وبعض التكريمات أيضا التي تتم في هذه اللحظة لعدد كبير من المتسابقين الآن من مصر ومن مختلف الدول العربية. حالة تنظيم كبيرة وأيضا تقديم كل الإمكانيات المختلفة سواء للجنة المنظمة أو حتى التحكيم المختلف أو تكريم المتسابقين. يكرم المركز الرابع والثالث والثاني والأول في اللاعبين المشاركين في النزالات المختلفة، وربما أيضا هناك لجنة تحكيم على أعلى مستوى من الخبرات التحكيمية المختلفة، سواء نتحدث عن المحكمين من مصر أو من الوطن العربي الذين يشاركون لتطبيق قواعد اللعبة في هذه البطولة القوية، وتحدثوا عن إشادتهم بالتنظيم في هذه البطولة ومدى تقديم كل التسهيلات المختلفة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجنة التحكيم وللجنة المنظمة بشكل عام، حيث أن هناك عدد كبير من المشاركين من اللجان التحكيمية ومن المنظمين أيضا للبطولة من مختلف الدول العربية. وربما أيضا نتابع حالة التشجيع الكبيرة الموجودة على الجانب الآخر من الجمهور المشارك واللاعبين الذين يؤازرون زملائهم، وأيضا يعني بكل تشجيع وبكل حيوية، حالة من التنافس، حالة من التشجيع الجميلة وسط الأجواء الساحرة الجميلة الموجودة لمدينة العلمين الجديدة، وتزامنا مع كل الفعاليات المختلفة لمهرجان العلمين الجديدة. الشباب والأسر يتواجدون في هذه البطولة لتقديم كل الدعم لأبنائهم، ونحن لاحظنا أن هناك عدد كبير من الأعمار المختلفة تشارك في هذه البطولة في ظل أن مصر تقدم كل الدعم للبراعم والأطفال والشباب في الرياضات المختلفة لتأهيلهم وتدريبهم والحصول على عدد كبير من الميداليات والبطولات، وربما كنا نرى هذا في أولمبياد باريس، وأيضا نرى في بطولة الجودو عدد كبير من الموهوبين والمحترفين. هذه البطولة ستستمر حتى غدا، سيكون اليوم النهائي للبطولة، وبالتأكيد سنتابع معكم النزالات النهائية وفوز المتسابقين سواء من مصر أو حتى من الوفود العربية المشاركة في بطولة الجودو في مهرجان العالمين. إذن هو مهرجان متألق في كل تفاصيله فنيا وثقافيا ورياضيا. شكرا جزيلا محمود جميل على هذه المتابعة والتفاصيل.